بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتطوير عمل الجمعيات، افتتح في بلدة إرساس في ريف السويداء الجنوبي مركز الأمل للمتابعة والتأهيل وتنمية المواهب. مركز الأمل للتعليم الاجتماعي التابع لجمعية إرساس الخيرية جاء بعد دراسة احتياج دقيقة قمنا فيها ومسح للمجتمع المحلي، يقدم خدمات بالقطاع التعليمي والشبابي والمهني، فمن المتوقع خلال عام أن يخدم أكثر من 2000 مستفيد. هذه المراكز لها أهمية بنوعيتها بتنشئة الأجيال، الأجيال أماني في رقابنا، وهذه المراكز ومنها مركز الأمل على ما أعتقد عم بتنمي مهارات الأطفال بشكل رائع جدا. المركز يستهدف ما يزيد عن 2000 مستفيد من خلال تنمية مهاراتهم وتأهيلها وصقلها، بالإضافة لتقديم خدمات تعليمية لعشرات الطلاب ومتابعتهم ودخولهم سوق العمل وخدمة المجتمع. أكيد هي نواة لتعزيز ولتمكين وبالوقت نفسه لتشجيع المجتمع المحلي على أنه يعتمد على حاله. فعلا يعني انتقلنا من المفهوم العام اللي كان والله الجمعية مشان بس مصاري وأكل إلى مفهوم أنه التعاون الحالة التعاونية أو الحالة الخيرية تعم بالعلم. هذه الجمعيات وهذه المرافق الخيرية التي تقوم بعملها خير قيام من تعليم طلاب، من مساعدة فقراء، من إرسال أي أشياء لمساعدة الناس، هذه الجمعيات علينا أن ندعمها بكل قوانا. علمني الصيد ولا تعطيني سمكة، مقولة يتم العمل على تطبيقها وجعلها محورا أساسيا لتحقيق النجاح والتفوق. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء.